وسهلا فيكم مشاهدينا من وين ما كنتم عم تتابعونا، وين ما كنتوا ان شاء الله تكونوا بخير. احنا اليوم موجودين في مدينه حلحول التابعه لمحافظه الخليل، حاضرين بحضور بنك الاسكان لنقدم جائزه الربع مليون لصاحبه الحظ السعيد السيده داليا محمد ابو ديه. خلينا احنا وياكم نشوف تفاصيل الحكايه. خير يا جماعة الخير، يعطيكم العافية. يعني احنا اول اشي شاكرين لاستقبالكم لنا في هذا اليوم، واحنا طبعا من ادارة بنك الاسكان اليوم جايين لكم. بدنا هيك نسأل ست داليا كم سؤال. قديش لك في وقت حسابك موجود في هذا البنك؟ انه تقريبا اربع سنين. شايفة حالك ممكن تكملي مع بنك الاسكان لحد وين؟ ما بتوقع اني اغيره اصلا يعني. لا خلص. انا اسمي عماد حشية، أنا مش من الأردن، أنا من يطا، بس تحكوش لها يعني، خليه بيننا هذا الموضوع. مبروك عليكي، أنت ربحتي جائزة ربع مليون شيكل، ألف ألف مبروك. ما كنت متوقعة صراحة إنه أربح هيك جائزة، يعني انبسطت. ان شاء الله ناويين نبني وبنجدد السياره. بحب اشكر بنك الاسكان على الجائزه القيمه، وان شاء الله بتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح. وهيك كانت حكاية بنك الإسكان لجائزة الربع مليون شيكل لشهر تشرين الثاني، وما بدنا ننسى كمان خمس فائزين واللي ربح كل واحد فيهم جائزة بقيمة 5000 شيكل. وما تنسوا الشهر الجاي الجائزة الكبرى واللي قيمتها مليون شيكل. بنك الإسكان، بنكي للحياة.